نار الشمس والقمر كل في فلك يسبحون هم من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ضائقة الموت بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آياتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوني متى هذا القدر إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا إن لا يكفروا عن وجوه النار ولا عن طريق ولا ينصرون بل تأتيهم بغتة فثبتوا ولا يستطيعون ردها ولا هم يهذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل من الرحمن قال عن ذكر ربهم معرضون من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا في الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون لا يسمع السم الدعاء الى ما ينذرون من عذاب ربنا لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لدينا بها وكفى بنا حاسبين وهارون القرآن وذياء وذكرا للمتقين بالغيب وهم من الساعة مشفقون مبارك أنزلناه وأنتم له منكرون إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين لأبيه وقومه هذه التماثيل التي أنتم عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق وأنت من الغائبين ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فتن يذكرهم يقال له إبراهيم به على أعين الناس لعلهم يشهدون فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله هذا فاسألوا من كانوا ينطقون إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وكلكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ارادوا بي كيد وجعلناهم مبصرين ونجيناهم الى الارض التي باهرنا فيها للعالمين اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين حكما وعلما وسخرنا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائط إنهم كانوا قوم سوء فاسقين في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذي كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إذ يحكمان في العهد إن بجت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لإحسانكم إلى أجلكم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين إذ
ربه أني مصني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه ومزهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإدريس وكفل كل من الصابرين في رحمتنا إنه من الصالحين. فظن أن لن نقدر عليه فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها آية للعالمين. إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ومن يعمل من الصالحات وهم من باكم على نستعين وإنا له كافرون. على قريتنا لنا نحن لا يرجعون. يا جوج وما جوج وهم من كل عدب ينصرون. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كبروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. من دون الله حسبوا جهنم وأنتم لها واردون. حياكم ما وردوها وكلهم فيها خالدون. زفيرهم فيها لا يسمعون. لهم منا الحزن أولئك عنا مبعدون. حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. السماء كضي السجل للكتب كما بدنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاء لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إليكم إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. على سواء فيها قريب أم بعيد ما توعدون. يعلم الجهل من القول ويعلم ما تكتبون. لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نطفة في غلال مكين. ثم غرقنا النطفة علقة فغرقنا العلقة مضغة فغرقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما أنجنا وغنى غلبة. تبارك الله وحسن الخالقين. ولقد خلقنا ثم تبارك الله وحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع بنايات وما كنا عن الأرض غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر أسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وزرع الآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم
لكم لله غيره فلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله عند الملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لا رجل به جنة ما تربصوا به حتى حين رب الذريه ما كذبون نصنع الفلك بأمرنا ووحينا ولا تغبر عزي فوحينا إلى موسى إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرها وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وعلك إلا من سبق عليه قول منهم لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ولما قال وأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله لكم من إله غيره فلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر يأكل مما تأكلون من غير ومما تشربون وإن أذعتم بشرا مثلكم إنكم إلى الخاسرون أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون إلا لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مموتين إن هو إلا رجل افتري على الله كثيرا وما نحن له بمؤمنين رب الذريه ما كذبون أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلهم ذهبا وجعلهم للقوم الظالمين ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم وجعلنا أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه فسافروا وكانوا قوما عالين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون في غمرة حتى حين أن ما نمده به من مال وبنين نصارعهم بخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون أمرتي وهم معهم من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهلون يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعرابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون في جنة أن جاءهم بالحق وأدرهم بالحق كارهون الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فينا ولدينا بذكرهم ومعذبهم معرضون أم تسألهم قد كف فرعد ربك خير وهو خير الراجدين لا تدلهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ما كشفنا ما بهم من ضر لا يجدوا في طغيانهم يعمهون من عذاب الرزق كانوا لربهم الله يتضرعون فتحنا عليهم نارا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي
أنشأكم السماء والأرض يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون قالوا مثلما قال الأولون قالوا أيام أخرى وكنا تراب وحدنا ورأينا السماوات سبع رب العرش عظيم قولوا الله رب لا تتقون ومن بيده ملكوت كل شيء وعليه ولا يجار عليه ما تتعلمون بل أتينا أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا يعلم على ما عما يشركون الرب إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين على أن نريك ما نعدهم لغادرون بالتي هي أحسن سيئة على عرض ما يصفون رب أعوذ بك من أمثال الشياطين عوذ بك رب أن يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون فيما تردك الله إنها كلمة هو كلمة هو قضائنا ومن ورائي برزق يا يوم يبعثون فإذا نفق بصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ربنا أرادت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أخرجنا منها فإعنا فإنا ظالمون استووا بها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا وكفنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اتهمتموا حتى أنسوكم ذكري وكنتم تضحكون جزيتم يوم وصبروا أنهم فائزون قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادي قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم انا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا اله الا هو انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون رب اغفر لنا وانت خير الراحمين آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما لا ينكح من عزان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وهو أجرهم الخاسرون تابوا من بعد ذلك وأصلحوا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء بالله أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما كسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليه سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين إذ سمعتموه
بأربعة شهداء فإن يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم به عذاب عظيم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم في علم وتحسبون وعينا وعند الله عظيم ولولا استمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أرجع نزول مثلي أبدا إن كنتم مؤمنين لكم الآيات والله عليم حكيم الفاحشة في الذين آمنوا عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يجزي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبوا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات رأيت مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آمنوا لا تتبعوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكاكم الله بما تعملون عليه غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانظروا اليوم منكم الصالحين من عبادكم وإما إن يكونوا ولا يغنيهم الله من قدرهم الله واسع عليهم نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرى الله حياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد ذلك غفور رحيم
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة كأنها كوكب دريء توقد كأنها كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور ما يشاء ويهدي الله أمثال للناس الله بكل شيء عليم أذن الله أن ترفع ويذكر في أسر يسبح له الضياع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعظم زهاد الزكاة يخافون يوم تتغلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قدير ما يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فحسبه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخشى يكون كثيراها ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحه عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلد يصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء يكاد سماء بريئه له بالابصار ان في ذلك العبره لاولي الابصار دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يعين الله عليهم ورسوله أولئك هم الظالمون ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون من يطع الله ورسوله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تزموا دعاة معروفة إن الله عليهم بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم إن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون من يعبدون بيجيهم ولا بعد ذلك أولئكهم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون كفروا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الأطفال منكم الحرم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعملن خير لهن والله سميع عليم حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالات أو أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك ببعض شأنهم فإذا لمن شئت منهم فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون على الريح تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ويرجعون ما عملونا بكل شيء عليم الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الرحمن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فاتخذه من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أساطير الأولين تتواقيت يتلى عليه كبرة وعصيرا وقالوا يعلم سر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما يأكل الدعام ويمشي بالأسباب لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون لن تتبعون إلا رجلا مسحورا فضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وتدبيرا وإذا ألقوا منها ما
وكان ضيقا مقرنين دعوا ذلك ثبورا لا تدعو يا مثبورا واحدا مدعو ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة خلد التي وعد المتقون كان له جزاء مصيرا فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله ألم يروا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم أهواهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم لما تقولون فقد يستطيعون صرف ما نسرق من يدركني كنت عذابا كبيرا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فلتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة قولنا يا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة تهاوشا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم تشقق السماء الملك يومئذ الحق وكان يوم على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اجاني وكان الشيطان الانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلناكم لكل نبي عدو جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك نبيك وعدك ورتلناه ترتيلا لمثله الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه شر مكانا واضلوا سبيلا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا لما كذبوا الرسل أرنا وجعلناه للناس آية وأردنا للظالمين عذابا أليما وآدم وثمود وأصحاب الرس قرونا بين ذلك كثيرا ولقد أتوا على القرية التي أمدرت من رسول الله من يكون ولا يكون النشور إذا رأوا كأن يتخذون إلا أسوان هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لم لا أنصبنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام فهم أضل سبيلا أنظر إلى ربك كيف مد الذل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم وجعلنا نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أنزلنا من السماء ماء طهورا بلدة ميتة ونصيع مما أرنا نعم وأناسيا كثيرا صرفناه بينه يذكر فأكثر الناس إلا كفورا ولو جئنا وقعنا في كل قرية نذيرا ولا تضع الكافرين ولا يذ في جهة كبيرة هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح جان وجعل بينهما فرزقا وحجرا محجورا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصرا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا والناس
لكم عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بي بذنوب عبادي خبيرا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرحمن فسل به ربيعا للرحمن قالوا وما الرحمن فنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وهو الذي جعل الليل والنهار وعباد لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على أرضهم وإذا قاموا هم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما لم يسرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدلون ومن يفعل ذلك يقاتا يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسرة مستقرة ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فأركبتم وسوف يكون لزاما الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن يشأ ننزل عليهم من السماء آية فضل وتعناه لا خاطئين الذين كانوا عنه معرضين أو كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلا أنك في أهل كل زوج كريم في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين ربك لو العزيز الرحيم ربك موسى أهلك قوم الظالمين فرعون ألا يتقون إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا يطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني فتبع بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين معنا بني إسرائيل فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت التي فعلت وأنت من الكافرين فأنطلع وأنا من الضالين وفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة ثم الله علي أن أحببت بني إسرائيل وما رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستطيعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ولو جئتك بشيء مبين فأت به إن كنت من الصادقين عسى وإلهي سلطان مبين وإلهي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم أيها الذين آمنوا اتقوا الله فما لا تقولون هو الجهاد وما